قصف على قرية جلمة بريف حماه الشمالي بعد تحريرها من عصابات الأسد. قصف بالطيران المروحي على قرية أجلمة بريف حماه الشمالي والدخان يتصاعد. 21/9/2013 قصف على قرية أجلمة بريف حماه الشمالي والدخان يتصاعد. ولا يزال الطيران في الأجواء وعلى مسافات مرتفعة نسمع أصوات الطائرات المروحية، ربما تكون أكثر من طائرة.